كان ايه اللي هيحصل يعني؟ قال له كان احمد ياخد باله يا محمد. يا جماعة يعني احنا لو قلنا له خد بالك يا احمد هياخد باله ومش هيجي؟ ما هو لازم يجي، ربنا يطمن عليه. بس هو احمد دايما مظلوم كده؟ دايما تاخد في الاقسام يا عينوه. كل ده من تحت راس الدقون والجماعات. ومالهم بس الدقون يابا؟ ناس بتوع ربنا، لا ليهم في قتل ولا في سرقة، كل اللي يعرفوه قال الله وقال الرسول. وهما سابوا عمر ولا لسه؟ لا طبعا لسه، لو كانوا سابوه كان اتكلم ولا اتصل. يا عم يسيبوه ما يسيبوهوش مش مشكلة، المهم الوقت احمد اخويا. ها مفيش اخبار جديدة؟ لا مفيش يا بدرية، ادعيله. طب تعالى يا فتحي عاوزاك. في ايه؟ بقولك عاوزاك. خير يا بدرية؟ في ايه؟ الدهب اللي في الشنطة ده كله. وانت فتحت الشنطة ليه؟ فتحت الشنطة ليه؟ طب ما الأحسن تقولي ليه انت واخوك كنت حتودوني في حديد أنا وسميحة. طب خلاص خلاص يا بدرية، تعال نطلع شقتنا وانا فاهمك كل حاجة. يلا. والحساب المشترك اللي بينك وبين أمجد سعيد فاتحينه ليه؟ عشان يهوي على بقية فلوسكو؟ لا يا فندم أبدا، ده مضاربة في البورصة واستيراد، احنا بنشتغل بروحين يا فندم، بنتعاون شركة يعني. وفين أوراق الشركة دي؟ لا يا فندم احنا بالكلمة في ثقة بينا وحد الله بين اللي يخون التاني او يضحك عليه. والحساب ده ما بتمولوش منه بتوع التنظيم؟ لا يا فندم، حساباتنا موجودة كلها، كل قرش كل مليم كل جنيه معروف راح فين وجا منين، كله مثبت في الاوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم، انا هستأذن بس حضرتك ادخل اصحيهم واجي على طول. بس لازم ادخل معاك وانت بتصحيهم، مش هينفع اسيبك تدخل تصحيهم لوحدك. ازاي سعادتك يعني هتيجي معايا وانا بصح امي وانا بصح مراتي؟ يبقى تزعق وتصحيهم من هنا وانت واقف جنبي. يابا يا حاج يا امي يا ام هاشم. اتفضل يا فندم. يا امل يا امل. ايوه لا استوري نفسك لو سمحت، استوري نفسك معلش لما اظبطها على فجأة كده. اتفضل اتفضل سعادتك، شوفوا وفتشوا زي ما انتوا عايزين. فهمني انت عملت ايه؟ عملتش حاجة يا امل، دي عملية احترازية بس عشان يتأكدوا ان انا ماليش علاقة باغتيال السادات. اغتيال السادات؟ رغم عليها؟ طب نبقى الله يكرمك مش وقته خالص، ممكن بعد اذن حضرتك هروح اجيب لها شوية مية. مش هينفع تغيب عن عيني ثانية واحدة، سيبها قاعدة هنا وتعالى معايا على المطبخ. انا مشيني من هنا مش قادرة، انا حاسة اني هرجع. ترجعي؟ اوعي تكوني حامل. السلام عليكم. ايه ده؟ في ايه يا احمد؟ لا مفيش حاجه، دول جايين يشربوا شاي معاك. شاي ايه؟ يا ريت تصحي لنا الناس اللي في البيت كلهم وانت واقف هنا معانا. ازاي صحيهم سيادتك وانا واقف هنا معاك؟ يا سيدي زعق، اعمل اي حاجه، المهم البيت لازم يتفتش يعني. طب افهم فيها يا سعاده الباشا. مفيش حاجه والله، بس هي اجراءات احترازيه عشان اغتيال السادات. ايه؟ اغتيال ايه؟ السادات؟ سادات ايه واغتيال ايه؟ يا بنت انا عمري ما مسكت السكينه يا سعاده البيت. دول موتوا برشاشات يا سعاده البيت. اهدى مش كده يا عمجد. اهدى ازاي يا احمد؟ بعد ازاي؟ ده الحسن انها عامل طولي. راجل بقى يا حاج امجد، امسك نفسك، مش معقول كده يا راجل. امسك نفسي ازاي يا حاج؟ انا مش عارف انا بقالي كام يوم هنا، انا ما بقتش عارف الليل من النهار يا راجل. هانت يا حاج، انا هانت يا اخي، احنا ما عملناش حاجه يعني، هنخرج. والمليون و800,000 جنيه دول اللي مش لاقيين ورقهم فين؟ مش هيسيبونا يا اخويا الا لما يعرفوا هما فين، والمصيبه ان احنا نفسنا ما نعرفش هما فين. غلطه يا حاج، غلطه والله العظيم غلطة. وبكرة تقول أحمد قال 2,000,000 جنيه دول يعني 6 صفار قدام. ال6 صفار دول لو شلت منهم صفر يبقوا 200,000، يبقى كده اللي فاضل فعلا وناقص 1,800,000 اللي انت بتتكلم عليهم، واللي هم مش لاقيين ورقهم ومش هيلاقوه أبدا إلا إذا الصفر السادس ده رجع. غلطة يا حاج صدقني. ولو ما اكتشفوهاش وكلامك طلع غلط يبقى احنا مولنا التنظيم ب1,800,000، ده معناه ان احنا شاركنا في اختيار الرئيس، يعني فيها على الاقل تبيده. اعوذ بالله اعوذ بالله يا اخي، فال الله ولا فالك، اهمل بقى. ارحمني يا رب ارحمني، ده بدل ما تقولي الحمد لله على سلامه اخوك. ما قلت 100,000 مره الحمد لله على سلامته، واستنيته وما فتحتش بقي لحد ما رجع بيته. بس خلاص دلوقتي بقى لازم اعرف وديته الذهب فين. شايلينه يا بدريه، شايلينه في المكان اللي بنشيل فيه الذهب، ومش هقول لك فين لاني متوضي وحالف على المصحف الشريف اللي محد يعرف مكان الذهب ده غير انا واخواتي. طب وحقي فين في الذهب يا فتحي؟ هو مش الذهب ده اللي هربنا انا ومرات اخوك واحنا نايمين على ودنا وانتوا واكليننا على قفانا؟ قصر حقك يا بدريه، مالكيش حق. عايز ايه تاني؟ ما كفايه النسبه اللي انت واخداها في الارض، عايز ايه تاني؟ ويكون في علمك
الذهب ده بتاعنا واخواتي وبس. ماشي يا فتحي على راحتك، بس خليك فاكر ان انت اللي ابتديت والبادي اظلم. ربنا عالم وشاهد ان عمري ما ظلمتك يا حاجه بدريه. يعني انت حتى مش هتقولي هتفضلوا شايلين الذهب ده لحد امتى؟ معرفش، احنا اتفقنا نشيله بس لحد امتى بقى معرفش. عايز حاجه تانية يا بدريه؟ صفر صفر يابا، يعمل فيها ده كله؟ لا اله الا الله، ده ملوش لازمه. امال لو واحد ولا اتنين؟ ملوش لازمه ازاي بس يا دكتور؟ عيب، ده انت كلك مفهوميه. الصفر ده يخلي الميت ألف مليون مليون، والآخر تقول لي ملوش لازمة. الحمد لله إنها جت على كده، ده احنا كنا مفهومين عليك من العياط أنا وأمهاش. تسلم يا حبيبي. الله، مال فين صاحب التاشا؟ نايمة جوه. بقول لك إيه يا أحمد، وحياة غلاوتك وغلاوتي عندك، ما تقول لهاش يا هاشم تاني. يسلم، يعني هو لما هيقول لها يا هاشم هتنقلب ولد؟ دي بنت وزي القمر، ربنا يخليها لك يا ابني. برضه يا توفيق ما يقولهاش يا هاش. او النبي يا احمد بلاش تقول لها يا هاش. عيني، مش هقول لها يا هاش، هقول لها يا ام هاشم. بس انت قول لك ايه؟ يا ام هاشم. امان يا امان، أمل أمل فص ملح وتاب، لا لاقيها لا هي ولا جدها. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تعرفش اي حد من قريبها؟ اي حد من معارفها؟ اي حد نعرف هي راحت في انهي داهيه؟ ما اعرفش حد خالص غير جدها. ما تلاقي جدها ده خدها وسافر برا مصر، ما هم خايفين على نفسهم اكيد. تلاقيهم كمان فاكرينك انت اللي قتلت السادات. صحيح يا اولاد، الناس بقت تترعش من الموضوع ده، تترعش رعش كده. محدش عارف البلد راح على انهي حته. مشكله انها حامل، يعني فضلت طول الوقت اللي فات ده مش عايزه تحمل، لما تحبل تبعد عني وما اعرفش ايه فين. الغايب حجيته معايا يا احمد، وان شاء الله تعطر فيهم. خايف يا حاج ما اعطرش فيهم، وخايف اكتر تكون حامل فؤاد. يعني الوقت اللي بتمناه من الدنيا طول عمري يوم ما يجي ماجي ليشانا. الله 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 يا ابو حميد، ما تصلي على النبي. امال الله، انت خلاص يعني عرفت انه واد وعرفت انه مش جاي لك؟ ده انت طول عمرك متفائل يا راجل، ايه التشاؤم ده؟ يا فرحتي بيكم انتوا الاثنين، متفائل ومتشائم. هنقعد نتكلم في الحزن ده طول النهار؟ يا جدع انت، انا مش قايل لك ان شاء الله ربنا هيعطرك فيهم؟ خلاص خلينا نتكلم بقى في الشغل. صلى على النبي وعلى الصلاه والسلام. الصلاه والسلام يا حاج. موضوع البيع الارض الامجد ده انا مش موافق عليه. ليه بس يا حاج؟ ايه المشكله؟ الله، ده الراجل قال لك هشيل الارض بمشاكلها ونطلع في الاخر كسبانين كمان. بعدين على فكره يا حاج، انا كلمته في كل حاجه والراجل ما قالش لا. وبعدين ده مستعد يكايش دلوقتي اهو على البركه. يبقى بشرط واحد. اتفضل يا حاج. الفلوس اللي هناخدها منه نشتري الارض اللي انا قلت عليها. اوه بقى ايه اللي هودينا الكيلو 26 يا حاج؟ الكيلو 26 ده يا عبيط هي ارض المستقبل. هنعمل اكبر مدينه سكنيه، هنعمل مزرعه فراخ على اكبر مستوى في مصر. افهمني، ده 1000 فدان. 1000 فدان يا احمد، 1000 فدان. ايوه يا حاج، هو بس محمد قصده يعني انها بعيده شويه. بعيده يا اخويا؟ عبال ما تروح بالعربيه وترفع سماعه التليفون تكلم كل واحده من نسوانك